بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علام الغيوب، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وتقبله مني. طلبة وطلبات الصف الثاني الاعدادي، اهلا بكم ومراجعة قبل الامتحان في مادة لغة عربية الترم الاول. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب والاشتراك بها وعمل لايك للفيديو وتشاره للاصدقاء والفيسبوك. يلا بينا نبدأ. السؤال الاولاني او الجزء الاولاني بيقول لي القراءة أولا من درس كبرياء طفل، اقرأ ثم أجب. ثم حدث في هذا الاحتفال الكبير حدث عجيب دل على ما تنطوي عليه نفس هذا التلميذ. كان من نظام الحفل أن يتقدم الطلبة الناجحون للمثول بين يدي الخديوي واحدا واحدا، وقد أعطى الطلبة لهذا الغرض فلقنوا عبارات مناسب المناسبة فلقنوا سبب في هذا المقام، ومنها أنه في حالة ذكر اسم الطالب أو اسم والده يجب أن يكون مزوج بكلمة عبدك. تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الصحيحة اللي عند أطهالي. يبقى تعالوا نشوف مع بعض. أول عبارة بيقول لك إيه؟ هات لي مرادف المثول. هات يعني مع مرادف يعني معنى كلمة المثول. يا ترى هي الوقوف المتشابهة الطاعة. طبعا يبقى مرادف المثول هو الإيه؟ الوقوف. يبقى العبارة الصحيحة الإيه؟ الوقوف. طيب هات لي جمع كلمة عبد. يا ترى هي عبيد ولا أعبد ولا عباد؟ يبقى جمع كلمة عبد هي إيه؟ عبيد. يبقى جمع كلمة عبد إيه؟ عبيد. طيب برضه هنا بيقول لي هات لي مضاد كلمة المناسبة. المناسبة هل هي الملائمة المختلفة المتوافقة؟ يبقى عكس أو مضاد كلمة المناسبة هي الإيه؟ المختلفة. هي الإيه؟ المختلفة. طيب هنا بيقول لي إيه بقى برضه؟ ما الجمال في تنطوي عليه نفس هذا التلميذ؟ إيه الجمال في العبارة ديت؟ العبارة تعبير جميل يصور النفس بشيء مادي ينطوي، بشيء مادي بإيه؟ ينطوي. هنا جزئية جيم بيقول لي كيف تم إعداد طلاب المدرسة لمقابلة الخديوي؟ قد أعدوا الطلبة لهذا الغرض فلقنوا العبارات المناسبة في هذا المقام، ومنها أنه في حالة ذكر اسم الطالب أو اسم والده يجب أن يكون مسبوق بكلمة عبدك. طيب الجزئية دال بيقول لي علامة انطوى نفس مصطفى كامل. علامة انطوى نفس مصطفى كامل. هنا انطوت على ايه؟ على الاعتزاز بالنفس والشجاعة وقول الحق وقول الايه؟ الحق. ثانيا من قصة كفاح شعب مصر، تخير الاجابة الصحيحة من بين القوسين. العبارة الاولانية بتقول لي القائد الذي هزم الهكسوس هو احمس واحمس. العبارة الثانية بيقول لي مؤلف كتاب كفاح شعب مصر مين هو؟ علي جنبليتي ولا عبد المنعم أنديل قنديل ولا عز الدين فراج؟ يبقى مين بقى؟ نقوله عز الدين فراج. العبارة اللي بعد كده بيقول لي فيها ايه؟ بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الايه؟ الخاطئة. واحد حارب صلاح الدين الصليبيين في شهامة ونبل. طبعا الإجابة ايه؟ صحيحة. استخدم اتنين بقى، استخدم كليبر سلاح التجويع لوقف ثورة القاهرة الثانية. طبعا العبارة دي عبارة ايه؟ عبارة خاطئة. ثلاثة احمد الابنودي بطل المقاومة الشعبية في القاهرة. طبعا برضو العبارة دي عبارة ايه؟ عبارة خاطئة. طيب هنتكلم دلوقتي على موضوع القراءة المتحررة. القراءة المتحررة اقرأ ثم أجب. خلق الله الإنسان وجعل الأرض أمانة بين يديه وسخر له كل ما فيها كي يعمرها لفائدته ويجني ثمار جهده. ويجب أن تخضع عمارة الأرض لثقافة الإنسان ومدى تحضره وقدرته على الربط بينها وبين الحقائق العلمية وأحلامه الخيالية، ويكون هذا التعمير تعميرا حضاريا شاملا يعم نفعه على الجميع حتى تستقيم أمور الناس وينتفع بعضهم بجهد بعض ويتبادل المنافع فتسمو أفكارهم وتصفو قلوبهم وتصح أبدانهم ويعم العدل والرخاء والسلام. السؤال هنا بيقول لي، هنا السؤال طالب مني حاجة. إيه هي؟ أول حاجة بيقول لي إيه؟ هات من العبارة أو الفقرة كلمة مضادها الحقيقة.
هنلاقي كلمة ايه؟ يبقى الحقيقة دي عايز نجيب مضادها بس من العبارة، هتلاقي كلمة الايه؟ الخيال. يبقى كلمة الايه هنا دلوقتي؟ الايه؟ الخيال. طيب وعايز برضو من العبارة خلاص او من الفقرة اللي فاتت ديت كلمة او كلمة مفردها بدن. يبقى بدن ديت خلاص عايز كلمة هنا اهوت، يبقى هنلاقي كلمة الايه؟ الابدان. يبقى هنا الكلمة اللي مفردها بدن اللي هي الايه؟ يبقى كلمة مفردها البدن خلاص هلاقي ايه؟ الابدان. طيب سؤال بعد كده بيقول لي ايه بقى دلوقتي هنا؟ بيقول لي ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعبارة خطأ امام العبارة الخاطئة. واحد، تخضع عمارة الارض لثقافة الانسان وتحضره. العبارة طبعا عبارة ايه؟ صحيحة. اتنين، التعمير الحضاري للارض يعود بالنفع على الجميع. العبارة طبعا برضو عبارة ايه؟ صحيحة. تعالوا نشوف الجزئية اللي بعد كده، علل لما يأتي. واحد، سخر الله كل ما في الأرض للإنسان. ليه بقى؟ لكي يعمرها، لكي يعمرها الإنسان لفائدته ويجني ثمار جهده. اتنين، كيف يمكنك كطالب علم أن تساعد في تعمير الأرض؟ نعمل إيه دلوقتي؟ هنا بالجهد والاجتهاد والعمل الدؤوب والمستمر للوصول إلى إيه؟ إلى هدفك. يبقى من خلال الجهد والاجتهاد والعمل الدؤوب والمستمر حتى تصل إلى إيه؟ إلى هدفك. النصوص من درس نصح غالية، قال الله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو تكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. السؤال بيقول لي تخير الإجابة الصحيحة من بين القوسين. عايز مرادف الخردل اللي هو إيه بقى الخردل؟ الحجر ولا الماء ولا النبات؟ يبقى هنا مرادف كلمة الخردل اللي هو الإيه؟ النبات. طيب السؤال بعد كده رقم اتنين، عايز جمع كلمة مثقال. يا ترى هي مثاقيل مثقال ثقال؟ يبقى نقوله جمع كلمة مثقال اللي هي مثاقيل. مثاقيل. طيب عايز المراد يأتي بها، ما المراد بكلمة يأتي بها؟ يفعلها، يعلمها، يجهلها. يبقى نقول المراد بكلمة يأتي بها أو بعبارة يأتي بها يعني إيه؟ يعلمها. طيب يأتي بها الله تعبير يوحي بإيه؟ يوحي بمعرفة الله الواسعة لكل شيء. اذكر الآية الكريمة التي طلب فيها سيدنا لقمان من ابنه أن يعتدل في مشيته ويخفض من إيه؟ من صوته. اللي هي بقى الآية الكريمة تقول إيه؟ واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لصوت الحمير. دال، ما أدلة قدرة الله في الآية السابقة؟ تعال نشوف قدرة الله هنا في إيه؟ من أدلة قدرة الله في سبحانه وتعالى في الآية السابقة إيه بقى؟ سعة علمه سبحانه وتعالى بدقائق الأمور وقدرته سبحانه وتعالى على الإتيان بأعمال العباد مهما كانت صغيرة، مهما كانت إيه؟ صغيرة. من درس سيناء أرض الفيروز، سيناء عروس بدوية، سيناء خيول عربية، سيناء حمامات بيض وسنابل قمح ذهبية، وجداول من عطر رقراق فوق ضفاف وردية. بيقول لي أجب عما يأتي، عايز كلمة أو عايز مرادف رقراق ومفرد سنابل وجمع عطر. تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة هنا بيقول لي بقى إيه؟ نقوله عايز مرادف رقراق يعني لامع. طب عايز مفرد كلمة سنابل يعني سنبلة. طب وجمع كلمة عطر عطور. به أو باء، ما الجمال في سيناء خيول عربية؟ الجمال في كده إيه؟ هو تعبير جميل، صور أصالة وعراقة سيناء بالخيول الإيه؟ العربية. جيم، علامة يدل وصف ضفاف بوردية. خلاص يدل على إيه؟ يدل على روعة الشاطئ. يبقى هنا يدل على إيه؟ روعة مين؟ الشاطئ. طيب الجزئية ده، ما الدليل على سعادة المخلوقات وهي بأرض سيناء؟ الدليل هو أن النور ينتشر في كل مكان، والحمام الأبيض يرفرف في سعادة، وغصون الزيتون تغطي الصحراء لتستكمل صورة سيناء في أبهى صورها. قولي من الموضوع، لو أنني ضابط شرطة
صفق أعضاء البرلمان لمصطفى على إجابته، وابتسم الأستاذ أحمد وقال له: لقد أحسنت التعبير عن قيامك بوظيفة ضابط شرطة بصورة مشرفة. طيب، سؤال ألف بيقول لي: هات مراد، هات مفرد كلمة أعضاء، ومضاد كلمة أحسنت، وجمع كلمة وظيفة. طيب تعال نشوف مع بعض. هات مرادف كلمة إيه؟ أعضاء. طب عايز نجيب المفرد بتاع كلمة أعضاء، طبعا عضو، يبقى المفرد بتاع كلمة إيه؟ عضو. طب ومضاد كلمة أحسنت، فهي طبعا إيه؟ أسأت، يبقى مضاد كلمة أحسنت هي إيه؟ أسأت. طب وجمع كلمة وظيفة هي إيه؟ وظائف. يبقى هنا أعضاء مفردها عضو، مضاد كلمة أحسنت هي أسأت، وجمع كلمة وظيفة تعتبر نقوله إيه؟ وظائف. طب هنا السؤال بعد كده بيقول لي: ما موقف أعضاء البرلمان والأستاذ أحمد من إجابات مصطفى؟ إيه كان موقفهم؟ يعني حصل لهم إيه لما سمعوا إيه إجابات مصطفى؟ صفق أعضاء البرلمان لمصطفى على إجابته، وابتسم الأستاذ أحمد وقال له: لقد أحسنت. طيب جيم، أو الجزئية رقم جيم من السؤال: وضح الصورة المثلى التي رسمها الدرس لضابط الشرطة. طبعا المفروض أن يكون ضابط الشرطة بيعمل حاجات الآتية، إيه هي بقى؟ إن هو يعمل المساواة بين الناس أمام القانون. 2، إنه يرد الحقوق لأصحابها. 3، أي لازم يكون عنده إيه؟ ضبط مرتكب الجرائم ومنع حدوث الإيه؟ الجرائم. يعني كل الصفات ديت لازم تكون موجودة في مين؟ في ضابط الإيه؟ الشرطة. وإيه كمان؟ وإنه يعامل المتهمين والجمهور معاملة إيه؟ طيبة، معاملة إيه؟ طيبة. من نص نصائح غالية، قال الله تعالى: بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هات مرادف عزم الأمور وجمع كلمة الصلاة. طبعا هنا بنقوله عزم الأمور هي ايه بقى؟ الأمور الواجبة عليك، يبقى دي اسمها عزم الأمور. هي ايه بقى؟ هي الأمور الواجبة عليك أن تقوم بها. طب عايز جمع كلمة الصلاة. طبعا جمع أو جمع كلمة الصلاة هي الإيه؟ الصلوات. كيف هي الجزئية بقى؟ كيف تكون هذه الوصايا وسيلة لامتلاك القلوب؟ يرضى الله عن العبد ويجعله محبوبا ويسود المجتمع الحب والمودة، ويصبح المجتمع متعاونا فيما بينه. جيم أكمل: يا بني أسلوب. أسلوب إيه دلوقتي ده؟ يبقى يا بني أسلوب إيه؟ أسلوب نداء. طب وغرضه إيه الأسلوب النداء ده؟ يبقى غرضه الإيه؟ التنبيه. يبقى ده عملية الإيه هنا، هو اللي هو بيقول إيه؟ بينبه بيه. طيب سؤال بعد كده بيقول إيه؟ أقم الصلاة. طيب تعالوا نقوله مع بعض. أسلوب ده هو اللي هو بيقول إيه؟ أقم الصلاة. يبقى ده أسلوب إيه؟ أسلوب أمر. طيب وغرضه، طبعا هنا غرضه الايه؟ الحث. يبقى من غرض ده هو غرضه ان هو ايه؟ بيحث على اقامه الايه؟ الصلاه. برضه هنا بيقول لي: ان ذلك من عزم الامور. طيب الاسلوب ده اسلوب ايه؟ اسلوب توكيد. يبقى الاسلوب ده ان ذلك من عزم الامور، ده اسلوب نوع ايه الاسلوب ده؟ اسلوب توكيد. طب وسيلته ايه بقى اللي هو بيستخدمها؟ هو حرف ايه؟ ان. يبقى ان ده هو ايه؟ الوسيله بتاعته. الانسان العاقل من ملك لسانه، ومن يدرك ان المتهور مقصر لابد ان يعطيه النصيحه، وهو متفائل ليعدل من سلوكه لا شعوره ويصبح أحسن خلقا. تعال نشوفه هنا بقى العبارة، بيقول لي: اعرب ما فوق الخط. يعني عايز كلمة ايه؟ لساني اعربها، وعايز كلمة النصيحة، وعايز كلمة خلقا.
تعالوا بقى نشوف مع بعض. تعالوا اول واحده نقولوا ايه؟ الانسان العاقل من ملك لسانه. تعالوا نشوفوا لسانه دي، لسانه تعرب ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. بيقول له يبقى لسانه مفعول به منصوبا بالفتحه، يبقى بنعرب لسانه مفعول به منصوبا بالايه؟ بالفتحه. طب ان يعطيه النصيحه، النصيحه هنا نعربها ايه؟ يقول لك نعربها مفعول به ثاني برضه منصوب بالايه؟ بالفتحه. يبقى هنا ان يعطيه النصيحه، النصيحه دي نعربها ايه؟ مفعول به ثاني منصوب بالايه؟ بالفتحه. تعال بقى نشوف كلمه ايه؟ احسن خلقا، او ماشي خلقا هنا هوت تمييز منصوب بالايه؟ بالفتحه، تمييز ومنصوب بالايه؟ بالفتحه. طب تعال نشوف بعد كده بيقول استخرج، ايه بقى؟ فعلا معربا واخر ايه؟ مبنيا. تعالوا نشوفوا الافعال المعربه، زي ايه كلمه فعل المعرب بقى؟ زي كلمه مثلا يدرك اهوت ويعطي ماشي ويعدل وايه ويصبح، كل ديت بنعرف ايه تبقى اسمها افعال ايه؟ افعال معربه. طب والفعل المبني هنلاقي ايه؟ ملك. يبقى الانسان العاقل من ملك لسانه، ملك، يبقى ملك هنا بنعرف بيعتبر ايه دلوقتي؟ بيعتبر فعلا مبنيا. طيب هنا بيقول لي برضه استخرج من القطع اللي عندنا ديت اسما مبنيا وبين نوعه، وبين ايه؟ نوعه. تعالوا نشوف مع بعض. الاسم المبني هو ايه هنا؟ هو ضمير، هو يعتبر بالنسبه لنا ايه؟ ضمير. ومن اسم الموصول، يبقى ده ايه؟ يعتبر اسم مبني هو، يبقى هو ضمير. من اسم الموصول، اسم الايه الموصول. ومن ها نقول ومن يدرك، ومن يدرك يبقى اسم ايه؟ اسم ايه موصول. طيب هات نعتا مفردا واضبطه، عايز نعت مفرد وايه ويكون مضبوط. طب النعت هنا تعالوا نشوف مع بعض كده، الانسان العاقل، يبقى كده كلمه الايه العاقل ديت نعتبرها نعتا، ماله مرفوع بالايه؟ بالضمه. طيب عايز برضو حال، حالا جمله اسميه ووضح الرابط بتاعها. طيب هنا هيقول ايه؟ وهو متفائل، وهو متفائل هنا، ووضح الرابط، الرابط هنا الواو والضمير. عايز بعد كده معطوفا واضبطه، ايه؟ شعوره، شعوره. يبقى تعالى نقوله هنا كلمه ايه؟ عايز معطوف وعايز ايه يضبطه، اللي هي ان احنا نقول الوقت ايه؟ من سلوكه لا شعوره، يبقى من سلوكه لا شعوره، يبقى هنا نعتبره ده ايه؟ معطوفا مجرورا بالايه؟ بالكسره. النحو اقرا ثم اجب. اجاب خالد: المتهم بريء حتى تثبت ادانته، فهو يستحق معامله طيبه لانه انسان، وعلى المجتمع كله ان ياخذ حقه دون تجاوز او قسوه. اعرب ما تحته خط في القطعة السابقة. يبقى هنا بيقول لي ايه؟ اعرب ما تحته خط في القطعة السابقة. يبقى انا دلوقتي عندي كلمة المتهم، عندي كلمة انسان، عندي المجتمع، عندي كلمة ايه؟ ياخذ. تعالوا اول واحدة بيقول لي بقى كده اجاب خالد المتهم. تعالوا نشوف ايه المتهم. المتهم هنا نعربها ايه؟ مبتدأ مرفوع بالايه؟ بالضمة. يبقى المتهم خلاص مبتدأ مرفوع بالايه؟ بالضمه. طيب عايز لانه انسان، هنا نقوله انسان هنا يعتبر ايه؟ خبر ان مرفوع بالضمه، يبقى الانسان يعتبر خبر ان مرفوع بالايه؟ بالضمه. تعال نشوف بعد كده المجتمع، وعلى المجتمع، يبقى العباره بتقول على المجتمع، يبقى هنا نقوله المجتمع ايه؟ اسم مجرور بالايه؟ بالكسره. طيب كله ان ياخذ، يبقى يأخذ هنا ماله فعل مضارع، ماله منصوب بالفتحة الظاهرة. طب هنا بيقول لي برضو استخرج من القطعة اللي احنا قرناها قبل كده فعلا معربا واخر ايه مبنيا. تعالوا نشوف مع بعض. هنا الفعل المعرب مين؟ اللي هو يستحق، اللي هو هنا ايه؟ يستحق. طيب واخر مبنيا عايز الايه؟ مبني، يبقى نقوله اجابة، يبقى هنا اجابة يعتبر ايه؟ يعتبر فعلا مبنيا. والفعل المعرب هو ايه؟ يستحق. طيب عايز بعد كده نعت مفرد واعربه، يبقى طالب مني ايه دلوقتي؟ النعت معرب وعايز ايه اعرابه. النعت هيكون ايه؟ طيبه خلاص، اللي هي فين دلوقتي؟ نقوله مع بعض كده اهوت. هو يستحق معامله طيبه، يبقى طيبه ديت نعرفها ايه؟ تبقى نعت. طيب واعرابه هيكون ايه؟ نعت منصوب بالايه؟ بالفتحه، نعت منصوب بالايه؟ بالفتحه. طب هنا بيقول اكتشف الخطا في الجمله الاتيه،
المعلمات يبذلوا الجهود العالية في عملهن. تعالوا نشوف الخطأ هنا، نقولوا ايه بقى؟ نقولوا هنا نقولوا المعلمات يبذلن الجهد، المعلمات يبذلن يبذلون يبذل المعلمات يبذلون الجهود العالية في عملهن. يبقى المعلمات يبذلون الجهود العالية في عملهن. الطالب المجد يذاكر باهتمام. اجعل المبتدأ هنا هو جمع مؤنث وغير لجمع المؤنث وغير ما يلزم. يبقى هنا عايز يخليها ايه؟ الجمع الايه؟ المؤنث. يعني بدل ما نقوله طالب نقوله الطالبات، ونشوف ايه اللي يحصل في الجملة. تعالوا نشوف مع بعض كده، نقوله ايه؟ الطالبات المجدات يذاكرن بايه؟ باهتمام. يبقى الطالبات المجدات يذاكرن بايه؟ باهتمام. وفي نهاية هذه الحلقة أتمنى أن تنال إعجابكم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشيره للأصدقاء والفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.